أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكون خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تباعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان مواصفات العربية وكمان صور للعربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله وبفضل الله طبعا ناس كتير اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شفرلي دبابة موديل العربية 1991 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شفرلي دبابة موديل العربية 1991. العربية رشة بره، دواخل العربية فابريكا، العربية فيها رخصة منتهية من شهرين بس، العربية الموتور خفيف، العربية راكب عليها فرنتونة، العربية بحالة كويسة جدا. ياريت الاتصال يكون بعد الساعة 6 مساء. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شفرلي دبابة موديل العربية 1991. سعر العربية 50,000 جنيه. سعر العربية 50,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-20-25-16-68. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-20-25-16-68. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه، ما تبخلش علينا اللايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.